بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل مقرر تنظيم حاسبات 2 من ضمن مواضيع الباب الأول بعنوان Central Processing Unit. ننتقل إلى الموضوع التالي Chapter 1 Lecture 12 Types of CPU Organizations. انتهينا في درسنا السابق إلى أن عدد حقول العنونة في تعليمات الحاسبات تعتمد على تنظيم سجلات CPU، فما هي أنواع التنظيم المختلفة المتبعة في الحاسبات؟ هذا هو موضوع هذا الدرس، وفيه سنعرف تنظيم الستاك، تنظيم السنجل أكوميوليتر، وتنظيم الجنرال ريجستر كثلاثة أنواع مختلفة للـ CPU Organizations المستخدمة في الحاسبات. إذن Types of CPU Organization، نقول Most computers fall into one of three types of CPU Organization. معظم الحاسبات تصنف ضمن واحد من ثلاثة أنواع من أنواع التنظيم المتبعة بالنسبة للـ CPU. التنظيم الأول هو الـ Stack Organization. الـ Stack Organization يعرف بأنه التنظيم وحيد الذي ليس فيه عنوان Zero Address، بينما تنظيم الـ Single Accumulator يعرف بأنه التنظيم الذي يكون فيه عنوان واحد One Address Instruction. وتنظيم الجنرال ريجستر تكون التعليمات فيه أو الانستركشن فيها 2 أو 3 عناوين، فنقول أنه 2 أو 3 Address Instructions. طيب، ننظر الآن في عدد الـ Address Fields في الـ Instruction، Number of Address Fields in the Instruction. هذا قلنا يعتمد على نوع التنظيم. إذا بدأنا بالـ Zero Address Instruction، فهذا دائماً نجده في الـ Stack Organization. كما رأينا في أمثلة الـ Stack، الـ Arithmetic Operation المحددة تعمل 2 استدعاء للبيانات من الستاك، ثم تجري عليهم العملية، ثم تعمل بوش للريزلت بتاعة العملية إلى داخل الستاك مرة أخرى. واضح؟ بما أننا نعمل 2 بوب ونعمل execute للأوبريشن ثم نعمل بوش للريزلت داخل الستاك، فنحن لا نحتاج إلى أي عنوان في الذاكرة، إنما العملية محكومة بالمايكرو أوبريشنز أسوشيتد ويز ستاك كما رأيناها في درس سابق. عمليات بوب تتبعها عمليات بوش، ودائما البوب يحدث من أعلى الستاك والبوش يذهب إلى أعلى الستاك مرة أخرى، أي أننا نسحب داتا مرتين من أعلى الستاك ثم نجري العملية ونعمل بوش لناتج العملية مرة أخرى إلى داخل الستاك. وبما أننا لا نحتاج إلى أي أدريس، فهذه الأورجانيزيشن تصنف بأن لها Zero Address Instruction. طيب، في نوع الـ One Address Instruction واضح أننا نحتاج إلى عنوان واحد من الذاكرة نأتي منه ببيانات. طيب، أين البيانات الأخرى؟ دائما العمليات تكون تجرى، أقصد العمليات الحسابية تجرى على بيانين على الأقل. إذا كان بيان واحد نأتي به من عنوان واحد في الذاكرة، ف
فأين نأتي من أين نأتي بالبيانات الثانية؟ البيانات الثانية دائما تكون موجودة في سجل معالجة يسمى الأكوميوليتر ويختصر بالأيسي. إذن العمليات هنا تجري بين الأيسي ومكان في الذاكرة، ولحاجتنا إلى مكان واحد في الذاكرة صنفنا هذا النوع من التعليمات بأنه One Address Instruction. دائما الأكوميوليتر بروفايد وان أوبرند، وقلنا إن العملية تحتاج إلى تو أوبرنس. الأوبرند الثاني نأتي به من وان ميموري أدريس، إذا نحتاج إلى ميموري أدريس واحد، وهذه تسمى بالسنجل أكوميوليتر أورجانيزيشن. طيب في حالة التو أدريس إنستركشنز نستخدم إما two address registers or two memory location. نأتي بالأوبرنس الاثنين إما من سجلين، وبالتالي نحتاج إلى عناوين هذين السجلين، أو نحتاج إلى موقعين في الذاكرة لنأتي بالtwo operands، إذا نحتاج إلى two memory locations. نلاحظ هنا أننا نستخدم أحد هذين العنوانين لوضع الناتج، يعني نستدعي بيانين أو two operands إما من سجلين مختلفين أو من موقعين مختلفين في الذاكرة، وبعد أن نجري العملية نضع الناتج في أحد هذين السجلين أو في أحد هذين الموقعين في الذاكرة. إذن one of the two addresses is used again for the final result، وبالتالي الحوجة دائما إلى عنوانين إما سجلين أو موقعين في الذاكرة، لذلك صنفنا هذا النوع بأنه two address instructions. في حالات أخرى نحتاج ثلاث عناوين، فنتحدث الآن عن three address instructions. لماذا ثلاثة؟ عنوانين نأتي منهم بالtwo operands أو الداتا التي نريد أن نجري عليها عمليات، ثم نجري العمليات على هذين البيانين، ولكننا نضع الناتج في مكان آخر وليس في أحد هذين المكانين. إذا نحتاج مكانين للحصول على two operands، ونحتاج مكان ثالث لوضع النتيجة فيه. إذا three address registers أو three memory locations are specified. واحد من هؤلاء الثلاث one of them is used for the final result. يعني three address instruction شبيه بالtwo address instruction، الفرق بينهم أنه في حالة التو نضع النتيجة في أحد العنوانين اللذين أتينا منهما بالبيانات، بينما في حالة الثري أدريس نضع الريزلت في عنوان ثالث مختلف عن العنوانين السابقين. ونظام التو أدريس أو الثري أدريس إنستركشن الاثنين هما متعلقين بالجنرال ريجستر أورجانيزيشن. إذن عدد الأدريس فيلز في الإنستركشن يعتمد على نوع الأورجانيزيشن. في حالة الستاك أورجانيزيشن لا نحتاج إلى أدريس فيل، بينما نحتاج إلى حقل عنوان واحد في حالة السنجل أكوميوليتر أورجانيزيشن، ونحتاج إلى حقلين للعناوين أو ثلاثة حقول للعناوين في حالة الجنرال ريجستر أورجانيزيشن. ونلتقي بك في الدرس القادم.